السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص الوظيفي الأول، الخبر السعيد. سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص. أفهم النص. السؤال الأول: أكون خريطة كلمة عرفة. عرفة نوعها فعل، ضدها جاهلة، مرادفها أدرك، فطن، درى، علم، ألم. تركيبها في جملة: عرف التلميذ طريق العودة إلى المنزل. السؤال الثاني: أضيف صفات مناسبة لكلمة السكان. السكان المحليون، السكان النشيطون، السكان المهاجرون. أفهم وأحلل. السؤال الأول: أذكر مظاهر فرح الأسرة حين تلقيها الخبر السعيد. مظاهر فرح الأسرة حين تلقيها الخبر السعيد: تعالت أصوات الأبناء فرحة بالخبر، ابتهجت الأم زينب. السؤال الثاني: أسمي الأنشطة التي مارسها المهاجرون المغاربة خلال سبعينيات القرن الماضي. الأنشطة هي: الصناعة، التجارة، الخدمات، المسؤوليات الإدارية. السؤال الثالث: أستخلص من النص مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني. التعريف بوطنهم، تحويل العملة الصعبة، إنشاء مشاريع محلية. علاقة مغاربة العالم بوطنهم المغرب، ارتباط مغاربة العالم بوطنهم، علاقة حب، تطور هجرة المغاربة إلى الخارج، تطور العدد من الآلاف إلى الملايين، كانت أوروبا القطب الجاذب للهجرة، القارة السمراء أصبحت الوجهة المفضلة لدى المستثمرين المغاربة. السؤال الرابع: أستخرج من النص ما يميز الفترة التي هاجر فيها عمر إلى أوروبا. ما يميز الفترة التي هاجر فيها عمر إلى أوروبا: ظروف العيش الصعبة، عدم توفر مناصب الشغل، قدرة المغاربة على الاندماج مع السكان المحليين. أركب وأقوم. السؤال الأول: أقترح عنوانا آخر للنص. عنوان آخر للنص: العودة إلى أرض الوطن، أرض الوطن، عطلة في المغرب. السؤال الثاني: أختار فقرة من النص وألخصها في سطر واحد. تلخيص فقرة من النص: الفقرة الأخيرة، يلعب مغاربة العالم دورا كبيرا في التعريف بتراث المغرب وثقافته، كما يلعبون دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني. السؤال الثالث: أحدد أفكار النص الرئيسة. أفكار النص الرئيسة:
فرحة أفراد الأسرة بقضاء العطلة في أرض الوطن، إخبار الجد أحفاده عن ذكريات الهجرة والمهاجرين وظروف عيشهم ومجال اشتغالهم، تطور أعداد المهاجرين منذ سبعينيات القرن الماضي، دور مغاربة العالم في التعريف بوطنهم وتنمية اقتصاده. السؤال الرابع: أستخلص المغزى من النص بمعية صديقي أو صديقتي؟ المغزى من النص: ارتباط مغاربة العالم بوطنهم ومدى حبهم له، أهمية مغاربة العالم في تنمية بلدهم.